امسك الله روح امسك الله عليك. بيرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز تدريب كلاب الحراسة بضمان نور، معاكم كابتن ابو نور. منورين يا جماعة، تحياتي ليكم، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا على قناة تدريب كلاب هوم دوجز ضمان نور، تحياتي لكل الناس اللي منورانا على القناة. طبعا يا جماعة متعودين انتوا على الاماكن بتاعتنا ديت، الاماكن اللي في قلب الاراضي الزراعية والاماكن الجميلة دي. زي ما عودناكم بنرد على اسئلة، بس حبينا نحط في الاول كده مقطع كده للكلاب، طبعا بمناسبة ان في ناس كتير بتحب تشوف الكلاب وهي شغالة والكلام ده كله. في كريلس ناصف بيقول استمر يا احلى مدرب في مصر، ارجو الرد ليه شعر الكلاب بيقع كتير. طبعا يا كريلس ما تنساش ان اليومين دولت احنا في صيف وحر وكلام من ده، فطبعا دي مشكله وده بيسبب ان شعر الكلاب يقع كتير. بس كل اللي عليك ان انت بتجيب فرشه ودايما تسرح شعر الكلب، تنزل الشعر اللي هو بيقلش ده، ممكن يكون قلش. ده قلش ده حاجه طبيعيه، هو تغيير شعر للكلب، انما لو الموضوع موضوع حساسيه فده لعليك تاني خالص، وعملنا بيه حلقات قبل كده ونزلناها. في اسلام رضا بيقول حضرتك من احسن مدربين الكلاب، استمر يا كابتن. حضرتك هو الايفوماك بتاخد كل قد ايه؟ كل 3 شهور يا باشا. في صلاح اشرف بيقول الرجاء الرد على هذا التعليق، استمر يا كابتن ابو نور ويا رب دايما في نجاح. انت قلت في جرو بمناسبه درع اليوتيوب، فعلا انا قلت يا جماعه في جرو بمناسبه درع اليوتيوب، بس طبعا في اول خلفه تيجي خلاص ما عادش فيه اليومين دول خلفات عندنا. الجرو اللي موجود عندنا من الجرو القديمه تمام، وطبعا جرو مواصفات وكلام من ده، فباذن الله الجرو اللي هتيجي الجديده اللي جايه اول خلفه هتحصل باذن الله، مش شرط تكون مواصفات عاليه، مواصفات بطيئه، مواصفات متوسطه، هنطلع منها جرو باذن الله. بس هنقول لكم نعمل ايه علشان نعرف نستلم الجرو ده. في حد تاني معانا بيقول الف مبروك، ممكن رقم للتواصل من مع المركز، لان الرقم اللي موجود على طول مقفول. الرقم مش مقفول يا باشا، الرقم دايما بيبقى مفتوح كل يوم من الساعه 2 الظهر للساعه 7 بالليل ما عدا يوم الجمعه. لو 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 مفيش، لو يعني رنيت مره او مرتين ومحدش رد عليك، ده بيبقى دلع من السكرتاريه اللي عندنا، بس معلش تابع تاني وهم هيردوا عليك باذن الله. في وورلد دوجز بيقول سؤال تاني، انا مخلي الدكر مع انتايا حيضه، اعرف ازاي انه اتجوزها؟ ده يحط لهم كاميرا يا باشا. هتعرف ازاي يعني؟ انت مش موجود مع الكلب ومع الدكر ومع النتايا، والنتايا حيضه وجاهزه للجواز والدكر اتجوزها، هنعرف ازاي؟ لما نروح بقى نحللها بعد 15 يوم نعرف ان هي حامل ولا لا، وبكده هتكون النتايا قفلت، انت مش هتستفاد حاجه. في يوتيوب بيقول بالله عليك انا عاوز اعرف ازاي ارخص الترخيص يا باشا. هتروح لاقرب مديريه طب بيطري تابعه للمحافظه اللي حضرتك فيها، وتاخد معاك صورتين للكلب. كل اللي عليك ان انت بتصور الكلب بالتليفون صوره كده واضحه، وبتروح لاي استوديو بتقول انا عايز اطلع على صورتين، تمام، بيطلع لك صورتين، وبتاخد صوره البطاقه بتاعت حضرتك، وبتاخد الكلب معاك، وبتروح لمديريه الطب البيطري اللي المحافظه بتاعتك تابعه ليها. الف مليون مبروك، انا زعلان علشان مش بترد السؤال بتاعي. انا جايب كلبه عماله تنهج وصدرها نازل شويه، وممكن تعرفني هل هي حامل؟ النهجان يا باشا ملوش دعوه بالحمل تمام، النهجان ده بيبقى بسبب الحر اللي احنا فيه وبسبب حراره الجو. طبعا يفضل ان انت تكون في جنبها ميه على طول كلام من ده، لان ديت بتبقى يعني التنفس بتاعها ضعيف شويه. موضوع الحمل ده انت ممكن تحللها حمل، او ممكن ان انت مثلا تشوف حد يكون فاهم في الكلاب يشوفها لك هيعرف حامل ولا مش حامل. في ميدو عبد السلام بيقول ربنا يوفقك ابو نور، انا محمد عبد السلام من المحموديه بحيره، وبتابعك بقالي شهر، ربنا يكرمك يا ابو نور، وما شفتش منك حاجه وحشه الصراحه، وفي ناس كتير بتحبك وانا اولهم. استمر يا كابتن، انا بس كان عندي مشكله كده، انا عندي كلبه انتي عندها 3 شهور اكلتها ضعيفه و كده، يعني ممكن يكون ما تاكلش غير حاجات بسيطه، واليوم الثاني بتمسح الاكل وهي جعانه جدا
جبانه جدا لدرجه الخوف انها بتخاف تنزل السلم. يا باشا الجبن والتدريب ملوش دعوه بالاكل، الاكل ده يا ريت ان انت تظبط المواعيد بتاعه الاكل للكلبه وتكون وجبه واحده في اليوم، هتبدا الكلبه تبقى تمام التمام معاك تمام. وموضوع الجبن ده بقى محتاج تدريب وتاهيل، بنعودوها نزول السلم والطلوع والحمام والحاجات دي كلها. في مصعب محمد بيقول السلام عليكم حبيب ابو نور، مفيش فيديو بتنزله الا لما اشوفه حبيبي، ربنا يخليك ليا يا مصعب. اكتر مره بس اتمنى منك طلبين، اول طلب بلاش ترد على الانتقادات، ده خلاص يا باشا احنا خدنا قرارنا ان احنا مش هنرد على الانتقادات، اللي بينتقد هنحذفه من على القناه وخلاص، او اللي انتقادات لو انتقادات يا جماعه على فكره بكل ادب وبكل احترام والله في كذا غلط لا على دماغنا هناخد منه الكلام بشكل جميل مفيش اي مشكله، لكن لو انتقادات بقله ادب وفي حد بيغلط فينا مثلا او كلام زي كده او حد بيغلط في اي حد موجود على القناه فده هنشيله من على القناه، ملوش داعي ان هو يشوف فيديوهاتنا ولا يفهم مننا اي حاجه. السؤال، انت اكتر مره تتكلم عن الصبر ولم تذكر الجرعه بتاعته. الصبر يا باشا انت بتديله لمده 3 ايام كل يوم حسب حجم، لو كلب كبير زي كده مثلا حته صغيره تمام، حته صغيره كده كل يوم بتديها في بق الكلب بتبلعها له في زوره، يكون الكلب لسه ما اكلش يكون على الريق تمام، ده بتنظف معدته يا باشا وبتظبطه بتخليه لمده 3 ايام. اجمل مسا عليك يا ابو نور، انا عندي سؤال كل مره اسال لحضرتك وانت ما ردتش على سؤالي. انا كانت جايالي جرويه جيرمان شيبرد شورت هير عمر 45 يوم واكبر عندي اللي عمره 6 اشهر الى 8 اشهر، وكنت مربيها في اوضه على السطح بس كبرت يعني لحد ما وصلت ل 8 شهور، بس جيت في يوم طالع اكلها العصر لقيت الكلبه ميته وجلد رجليها احتباس حراري يا باشا. من غير ما نكمل السؤال ومن غير ما نكمل اللي حضرتك كاتبه، ده احتباس حراري بسبب الشمس وبسبب حراره الجو، فيا ريت يا باشا انت تبعد الكلب اللي انت تربيه عن حراره الجو، ما تنساش سخونيه الارض بتموت الكلب، لان طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان المكان الوحيد اللي بيعمل تبريد للكلب هي بطن رجليه، فلما يلاقي الارض سخنه والجو حر من فوق يبقى الكلب انت كده بتدمره. في نور علي بيقول الله ينور والف مليون مبروك على الدرع وعقبال الذهبي. حبيبي يا نور ربنا يخليك ليا وشكرا على التهنئه دي، يا ريت ترد عليا ارجوك، كلبتي هتموت مني، هي جيرمان شهرين ولما طعمتها اول تطعيم من ساعتها بتسخن والحراره مش بتنزل، برغم اني وديتها العياده وبتاخد حقن ومش بتنزل الحراره خالص. حبيبي تروح تجيب لها حقنه سيفوتكس من الصيدليه 500 جرام وهتديها لها في العضل، هتحلها وتديها لها في العضل وتكررها بعد 12 ساعه هتبقى تمام التمام باذن الله. دي معنى كده؟ طب دي بتسخن ليه يا كابتن؟ دي بتسخن بسبب ان ممكن تكون المناعه بتاعتها ضعيفه مش قادره تستحمل الفيروس بتاع التطعيم. في كريم بيقول لو سمحت يا كابتن الكلب بتاعي اما حد يخش عليه بيعضه، وفي ناس اما يخشوا عليه بيخاف، يعني في ناس يخشوا عليه بيهجم عليهم وفي ناس تانية لما بتخش عليه بيخاف منهم، معنى كده ان الناس التانية دول يا كريم كسرينه، يفضل ان الناس دي ما تدخلهمش عليه اللي هو بيخاف منهم ده علشان الكلب تفضل شخصيته قويه. في عمر بيقول كابتن سؤال بس معلش، هو الكلب جيرمان شورت هير احسن ولا اللونج هير بالنسبه للذكاء والشراسه الشورت هير؟ انا عندي كلب اخويا كان ملكه يعني كان بتاع اخويا، ولما مات اخوه الكلب لا بياكل ولا بيشرب، هو مش موضوع ان هو هيقطع الاكل ويقطع الشرب خالص، بس هو هياكل بطريقه غريبه شويه، لان ده طبعا ده اثبات للوفاء وحب الكلب لصاحبه، يعني دي حاجه كلنا عارفينها يا جماعه، لان هو انتاج الوفاء مصنع الوفاء ومصنع المحبه كلها هو الكلب، فدي حاجه عارفينها، الكلب لما بيسيب صاحبه او صاحبه بيبعد عنه، حتى انت لما بتروح تشتري كلب كبير في السن وتقعده عندك فتره وتاخده اول اسبوع بتلاقيه قاطع الاكل وقاطع الميه، لما بيجي لنا كلب للتدريب كمان بيخس. طب بيخس ليه؟ في ناس تقول لك ده ما بياكلهمش ده ما بيعملهمش، لا يا جماعه والله الموضوع مش كده، انت لو رحت اشتريت كلب كبير وقعدته عندك اول شهرين او 3 شهور الكلب بيخس وبينزل وبتلاقيه تعبان بتلاقيه متفرهد بتلاقيه شعره بيقع بتلاقي في حاجات غريبه كده بتحصل، طب ما كان عند صاحبه كويس ليه؟ تغيير المكان، تغيير صاحبه، تغيير طبع صاحبه، الحاجات دي كلها بتاثر على نفسيه الكلب، فلازم الكلب يخس. طب احنا بنعمل ايه في الحاله دي؟ احنا المهم ان احنا بنهتم بالكلب، ما يهمناش جسمه، المهم دماغ الكلب بنشغلها وبنوصلها للفكره اللي احنا عايزينها وبنوصله المعلومه اللي احنا عايزينها، بعد كده بقى لما بيرجع عند صاحبه بيبدا ينظبط تاني، دي حاجه ما فيهاش اي مشكله. وخدوا بالكم يا جماعه لما الكلب بيرجع لصاحبه، يعني احنا بيجي لنا الكلب النهارده في التدريب، كلب جالي النهارده، كلب جاي بسم الله ما شاء الله جسمه جميل ومظبوط و100 100 تمام؟ طيب بصينا بعد اسبوعين ثلاثه لقينا الكلب ده خس، طب خس ليه؟ خس لان هو بعد عن صاحبه وغير نظام الاكل وغير حاجات كتير، تمام؟ وغير حاجات كتير، طيب بعد كده
بعد كده طبعا الخصيه ديت لا بتروح بينظبط تاني، بيبدا الكلب اخر مرحله في الشهر اخر اسبوع في الشهر بيبدا ينعدل تاني وجسمه ينظبط من اول وجديد. طيب لما بيجي صاحبه يستلمه بيبقى احلى واحلى واحلى، ولما بيحس برجوع جسمه ورشاقته تاني وقوته رجعت له تاني التدريب كمان بتاعنا بيبان عنده. يعني تلاحظ ان التدريب لما بيجي واحد يستلم مننا كلب بيلاقي التدريب بيعلى معاه بنسب، بعد ما يعدي شهر عند صاحبه بيتغير الكلب خالص وبيبقى حي جميله خالص والتدريب بيبدا يبان عليه اللي اتدربه والحاجات دي كلها. في محمد عبد الله بيقول ازيك يا ابو نور، انا عندي كلب جيرمان كل مره احميه يطلع على السطوح ويتحك بالجدار لحد ما شعره يوجع ويتعور وياكل طوب، دي حساسيه يا باشا ما فيهاش كلام، بتروح الصيدليه بتجيب له حقنتين ديكساميثازون تدي له واحده يوم بعد يوم تمام ديكساميثازون بشري وبتدهله جسمه بجنتيانا او دواء ازرق بكده يبقى تمام التمام باذن الله. نستكفى يا جماعه لحد كده ونستكفي بالحلقه بتاعتنا، تحياتي ليكم تحياتي لكل مشترك معانا على القناه، ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، ما تنساش تعمل شير للفيديو، واوعى تنسى تفعل الجرس عشان يتابع معاك كل يوم وعشان ما نتاخرش عليك بمعلومات. تحياتي ليك تحياتي لكل الناس المشتركه معانا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.